فقط، وبعد ذلك كل هذه الممتلكات ستكون في صالح البلدين. هنا محاولة موجودة الآن، كرة للأمام ملعوبة، محاولة قائمة للتسديدة موجودة، وهدف أول، هدف أول للجبل الأسود، هدف يعيد المباراة الآن، هدف يعيد المباراة، والهدف المسجل من سفيروتيتش إرسال الذي تقدم في الكرة الماضية. الكرة كانت جميلة ملعوبة بهذه الصورة، العرضية كانت من جانب بيكي راي، والاستقبال كان جميل من سفيروتيتش إرسال. سفيروتيتش استقبال موجه، والكرة بعد ذلك قوية صدت في جون تيري على ما يبدو، وغيرت اتجاهها وكانت في المرمى، نعم اصطدت في جاري كاهل، عفوا جاري كاهل، وبعد ذلك الى الشباك،